A flat rectangular coil consisting of 120 turns measures 40 by 50 cm. It is in uniform 0.5 magnetic field with the plane of the coil parallel to the field. In 0.8 seconds, it is rotated so that the plane of the coil is perpendicular to the field. بعد ما كان موازي فالعمودي على الاريا عامل 90 درجة مع الماجنتيك فيلد كوسين بتاعها بصفر. صار العمودي على الاريا نفس اتجاه الماجنتيك فيلد في زاوية بينهم صفر او 180. بيقول what is the change in the magnetic flux through one turn of the coil due to this rotation. يعني عايز الدلتا فاي اللي هي بي دوت اي الجديد فاينل ناقص بي دوت اي انيشال يتحول لكوساين. البي عبارة عن 0.5 والاريا 0.4 في 0.5 كوساين 0 ناقص نفس الكلام كوساين في البداية كان 90 درجة. كوساين 90 بصفر أما كوساين الصفر بواحد. يبقى معنى كده 0.5 تربيع في 0.4 يديني 0.1 ويبر. We'll find the magnitude of the electromotive force induced in the coil كله على بعضه اللي هي 120 turns during this rotation. Electromotive force كماجنتيود بيساوي ال N في معدل التغير دلتا تي او دي تي نفس الشيء ده 0.1 وهنا 0.8 و 120 turns. يبقى هضرب في 120 على 0.8 اداني 15 فولت.